سأتلو عليك كتاب الخليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد الشام، فهم في حالة قلق كبير، وإني أعينك قائدا على جيوش المسلمين، وأمرك أن تقاتل الروم، وأنت القائد على أبي عبيدة ومن معه. واذهب بسرعة يا أبا سليمان، واتمم عملك بمعونة الله جل شأنه، واقسم جيشك إلى قسمين، ودع النصف مع المثنى الذي سيخلفك بالعراق، خليفة رسول الله أبو بكر الصديق. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك لا شريك لك. طلبتني على عجل يا خالد، ماذا في الأمر؟ يا متنى، صحبتك في العراق أميرا وسيدا وأخا، وكنت سداد الثغور الميمون النقيبة البطل في الهيجة، وأنك لقادر الآن بعد أن حررنا غربي دجلة من الفرس وحلفائهم أن تدير هذه الأنحاء، وأنت مسلم تقي ورع، وأنت بيننا أميرنا، ومعك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرني الخليفة بالمسير إلى الشام دون إبطاء، فإن أخوتنا بحاجة إلينا هناك. ومن ستأخذ معك؟ سأخذ نصف الجيش، وفيهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا خالد تأخذ الصحابة؟ والله ما أظن أننا ننتصر على الفرس إلا بهم، لصحبتهم وسابقتهم، ثم إننا قوم حديثو إسلام، ونحن بحاجة لمن يعلم الناس القرآن والأحكام ويفقههم في دينهم. يا مثنى، والله إنك نعم الرجل ونعم الأمير، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في جندي، وأحب أن أصحبهم ولا أرغب أن تحملها علي. يا خالد، إنك لبيب، كيف تعري العراق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشهدك الله، لا تدعنا نختلف، وقد كنا إخوة في الجهاد، وفتح الله على أيدينا ما لم يخطر على بال. إنني مصر على بقائهم في العراق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مثنى، يذهب نصفهم معي إلى الشام، والنصف الآخر يبقى معك في العراق. كما تريد يا خالد، وفقكم الله وسدد خطاكم. أي الطرق ستسلك إلى الشام؟ أريد طريقا مختصرا يوصلني إلى الشام في 10 أيام. ماذا؟ إن الطريق إلى الشام تحتاج إلى شهر على الأقل. لكن أخوتنا في ضيق في فلسطين، وقد طلبوا المدد على عجل، فهم في ضيق من أمرهم. لو سلكت طريق الصحراء فقد تهلك وتهلك من معك. وإن لم أسلكها وتأخرت على أمراء وجند الشام، أخاف أن يهزموا بسبب تأخري. الحذر يا خالد، إنك تقدم على مغامرة مهلكة. لا بد من حل آخر، لا بد. أشير علي بأقصر الطرق إلى الشام. يا خالد،
لا نعرف إلا طريقين. الأول هو الطريق الجنوبي الذي يمر عبر دومة الجندل، وهو الطريق الذي تسير عليه القوافل المتجهة إلى الشام، وهو طريق سهل كثير المياه ولا عدو تخشاه عليه. وبكم نجتازه يا متنى؟ على المجد المتخفف لا أقل من شهر، وعلى الراكب لا أقل من 40 يوما. لا يا متنى لا، إن موقف إخوتنا في الشام خطير جدا، وقد أعد الروم لهم العدة، ولا بد أن نصل إليهم بأسرع وقت ممكن. ألا من طريق آخر؟ بلى، إنه الطريق الشمالي، وهو يمتد على طول نهر الفرات ويؤدي بكم إلى شمالي شرق الشام، وهو طريق جيد وملائم، لكنه يمتلئ بكتائب الروم وجندهم ويبعد عن الجيوش الإسلامية. لا لا يا متنى، أريد طريقا يمضي كالطعنة من العراق إلى جنوب الشام ولا يزيد عن 10 أيام. لن تجده. بل سيجد يا سيد بني شيبان. ويحك يا رافع، أتعرف طريقا مختصرا ولا تقول؟ نعم إنني أعرف. قل يا خالد. لكي تصل إلى جنوبي الشام بالسرعة التي ترغبها ليس أمامك إلا هذا الطريق. دلني عليه يرحمك الله يا رافع. يعبر من الحيرة فيمر ببادية السماوة ثم إلى قراقر. قراقر، إنها واحة ماء مشهورة. وماذا يوجد بين قراقر والسماوة يا رافع؟ من الحيرة إلى قراقر عبر عين التمر والمصيخ، وفي قراقر وسوى مياه غزيرة جارية. ألا يوجد بين قراقر والسماوة ماء جار عين؟ توجد عين ماء واحدة قبل سوى بمسير يوم. ما لك وقفت؟ أكمل. لا أخفيك يا خالد، إن هذه المرحلة من الطريق هي أخطرها، إذ يبلغ طولها أكثر من 20 فرسخا. والله يا خالد إنك لن تطيق هذه الرحلة بالجياد والأثقال، فإن الراكب المفرد لا يخشى على نفسه منها ولا يسلكها إلا مرغما. إنها 5 ليال جياد لا يصاب فيها ماء من فصلتها. نحن حريصون على إخوتنا يا خالد، لكن قد يضل الجيش طريقه ويهلك عطشا. لا بد من اجتياز هذه الطريق. يا قادة الجند، لا يضعفن إيمانكم ولا يختلفن هديكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر المشقة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء ما دام في رحمة الله. إن كان ذلك فأنت رجل قد جمع الله لك الخير على بركة الله. أسير على طريق لم يسلكه جيش قبلنا. رحمتك يا الله.